حيث لهم في القلب مرتحل وحل. هي الآن تتسابق الكلمات وتتزاحم عبارات الشكر والعرفان لتشكل عقد شكركم. فلربما لا يسعني قول الحقيقة فيكم، فأنتم خيرة الخيرة. موطني 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 ذا الهبا، موطني 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 يا هنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. حصل على معدل 18.31 من ثانوية بن زازة مصطفى في البكالوريا دورة 2022. أقدم الشكر لوالدي على مجهوداتهم الكبيرة، وأشكر الأساتذة الكرام، وأشكر السيد الوالي على هذا التكريم. معكم حبيب زحماني سيد أحمد زؤي، طالب بكالوريا متحصل على شهادته من معدل الامتياز 18.27. نشكر السلطات المحلية على هذا التكريم، فقد سيكون لنا حافزا للمزيد من النجاح والتألق في دراساتنا الجامعية. وقد تحصلت على رغبة الأولى المتمتعة في الطب. كما أشكر والدي والأساتذة الذين أشرفوا على هذه السنة التي كانت نوعا ما شاقة، لكن الحمد لله أن الله لا يضيع أجرنا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطالبة أمينة بن منور، متحصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 16.09. أشكر كل من دعمني من عائلة وأساتذة. تم اليوم بدار الثقافة عبد الرحمن كاكي بولاية مصر غانم تكريم التلاميذ المتفوقين في شهادة البكالوريا شهادة التعليم المتوسط، وهذا تحت إشراف سيد والي الولاية والسلطات الأمنية للولاية، وهذا تقليد حميم دأبت عليه الولاية وتحت إشراف سيد الوالي حتى نكرم ثلة أبنائنا بالولاية. كان الحفل حضروه شركاء، حضروه كل السلطات الأمنية بالولاية والإدارية، حضروا سيد والي رئيس المجلس الشعبي، حضروا كل أولياء التلاميذ. تقدمت فيه باقات متنوعة وأبرزها هذا التكريم اللي تميز به أبنائنا.